مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى موجز الأهم الأنباء من قناة النبأ الإخبارية. طلب مجلس النواب من البعثة الأممية للدعم في ليبيا تحديد موقفها من قرار القبول بمقترح تعديل مواد السلطة التنفيذية في اتفاق الصخرات بعدما صوت عليه المجلس بالموافقة في 21 من نوفمبر الماضي. وذكر مجلس النواب في رسالة وجهها إلى البعثة الأممية أنه لم يتلقى أي رد من المجلس الأعلى للدولة بشأن مقترح المبعوث الأممي غسان سلامة الذي قدمه في 18 من نوفمبر حول تعديل مواد السلطة التنفيذية بناء على ما توصلت إليه اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة. أكد السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلت الأربعاء أن ليبيا تعاني ظروفا صعبة على المستوى الاقتصادي وأنه ينبغي اتخاذ قرارات وتنفيذ إجراءات جديدة للإصلاح الاقتصادي. وناقش السفير البريطاني مع عدد من النواب عن مجلسي النواب والأعلى للدولة في مصراته الأوضاع السياسية وأهمية تنفيذ اتفاق الصخرات. وأكد ميلت أن بلاده تسعى لحشد دعم دولي من أجل استمرار المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي ما بعد تاريخ 17 من ديسمبر. نفى مصدر من الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية لقناة النبأ الأنباء المتداولة عن استهداف السفارة الأمريكية في طرابلس على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل. أضاف المصدر أن السفارة الأمريكية في طرابلس مغلقة منذ اندلاع مواجهات في عملية فجر ليبيا قبل 3 سنوات. وخرج متظاهرون في طرابلس الليلة الماضية معبرين عن رفضهم لاعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي. قال عضو المجلس المحلي تاورغا عبد النبي بوعرابة إن الحريق الذي شب في مخيم الأهالي في منطقة السراج أسفر عن إتلاف 13 مأوى بالكامل بما فيها المستندات والأوراق الخاصة بهم. وأرجع بوعرابة في تصريح خاص لقناة النبأ الخميس أسباب الحريق إلى التماس كهربائي تسبب بحريق عنبر مكون من طابقين في المخيم. وأشار بوعرابة إلى أن المشرفين على المخيم قاموا بتوزيع الأهالي المتضررة على مخيمات جنزور وطريق المطار. ومناشدا وزارتي وشؤون النازحين والمهجرين والحكم المحلي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمساعدة المتضررين. ختام الموجز، إلى اللقاء.